السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من شاطئ مدينة أزمور. أجي نشوفوا السلطات المحلية بما فيها الدرك الملكي، القوات المساعدة، أعوان السلطة، كلهم بطبيعة الحال جنود مجندون من أجل أنهم يخويو الشاطئ، وهذا الشيء كامل اللي نصت عليه السلطات المحلية. فالقانون ما كيتعداش بطبيعة الحال، توصل 6 ديال العشية فلازم على كل شيء أنه يخوي البحر. السلطات المحلية السلطات المحلية من طبيعة الحال راهم خرجوا الناس ومازال متواجدين هنايا كيخرجوا في الناس من طبيعة الحال كيف ما كتشوفوا. فشاطئ مدينة أزمور فهو خاوي على عروشه بعد ما السلطات المحلية دخلت وخرجات كاع الناس اللي متواجدين هنايا من طبيعة الحال. فهذه الحوزية، هذه أجواء مدينة أزمور، عفوا شاطئ أزمور، هذه أجواء مدينة من طبيعة الحال. السلام عليكم. بطبيعة الحال كيف ما كتشوفوا الدرك الملكي، قوات المساعدة، أعوان السلطة، السلطات المحلية بصفة عامة اللي متواجدين هنايا بشاطئ أزمور كلهم دخلوا، كلهم خواو الناس اللي كانوا كيعوموا، كانوا كيتبحروا من طبيعة الحال بعد 3 أشهر من الحجر الصحي، بعد اليوم الثالث من طبيعة الحال اللي متواجدين فيه حنايا، اليوم الثالث من عملية تخفيف الحجر الصحي. فالسلطات المحلية من طبيعة الحال كلهم دخلوا وخواو البحر، البحر كان عامر اليوم الويكاند، اليوم السبت من طبيعة الحال، فالبحر كان عامر، فالناس كلهم كانوا جايين كيتبحروا. المتنفس الوحيد لساكنة مدينة أزمور أنهم كيجيو من طبيعة الحال باش يبدل الجو، وكيف ما كتشوفوا أن السلطات المحلية مازال كيصفروا باش يخرجوا الناس اللي مازال متواجدين هنايا بشاطئ أزمور من طبيعة الحال. طبيعة الحال كيف ما كتشوفوا انتم معنا على المباشر، اعوان السلطة، القوات المساعدة، القوات المساعدة، كيف ما كتشوفوا القوات المساعدة كلهم متواجدين هنايا، جنود مجندون من اجل انهم يحافظوا على السلامة الصحية ديال الساكنة ديال مدينة أزمور. وكذلك كيف ما كتشوفوا ها هو كيعيط للناس كيقول لهم خرجوا، الناس اللي باقين في البحر كيقول لهم خرجوا، اعوان السلطة لكي القوات المساعدة، فكلهم واقفين هنايا. هذه أجواء شاطئ الحوزية أو شاطئ أزمور من طبيعة الحال. تحية لكم مشاهدي قناة شوف تي في، تحية لجميع الناس اللي كيوضعوا التعليقات من طبيعة الحال، من طبيعة الحال تحية لسي سعيد، ومن طبيعة الحال حنايا الآن كنتواجدوا هنايا بشاطئ، شاطئ الجميل اللي حاصل على اللواء الأزرق منذ سنوات وسنوات، شاطئ مدينة أزمور أو ما يسمى بشاطئ الحوزية. فتحية لكم، نتلاقاو في بث مباشر واحد آخر، إلى ذلك الحين كنقول لكم السلام عليكم.